اللفه اللي بعدها. يلا مش هراهن تاني بقى. ادي عشان ما رهنتيش هجيبها لك احمر. بجد في حد واقف ورا تبع حضرتك ولا ايه؟ فعلا اخر بوكس رقم 12 ده صح؟ ايوه. تفتكر تصريح زي انك كنت عايز العوضي في مسلسل سر الباتع زعل احمد فهمي ولا لا؟ لا هو انا ما قلتش كنت عايز العوضي في مسلسل سر الباتع وبعدين جبت احمد فهمي. هو اللي حصل وانا حكيته وهم صدروه ان انا رشحت احمد عوضي. كل الحكايه ان انا قاعد مع تامر مرسي لما كنا بنتكلم على فكره المسلسل وما كانش لسه اتكتب. فبنتكلم على مين من الممثلين اللي فاضي السنه دي. فقال لي انت بتحب مين؟ قلت له بحب احمد العوضي وفلان وفلان، يعني كذا اسم يعني. قال لي احمد العوضي مشغول عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، اللي ممكن ما يبقاش عنده يبقى فلان وفلان وفلان وفلان. فمن الفلانات دول اللي هم فاضيين السنه دي كان الاختيار بينهم بس. فالمساله مش ان انا رشحت احمد العوضي. مين سرب الخبر طيب؟ نعم انا اللي قلته، انا اللي قلته على الهوا، بس هو اتفهم غلط ان انا رشحت احمد العوضي وبعدين جبت احمد فهمي. طيب بتختار على اساس الفنان المناسب للدور ولا اللي هو قوي وله جمهور؟ لا بص اقول لك حاجه، انا طول عمري وتاريخ يعني تاريخ الافلام موجود ان انا عمري ما راهنت على فكره نجوميه الفنان اللي معايا. انا ساعات كنت بجيب ناس جداد لاول مره وبخليهم ابطال افلام، فعمري ما كان ده حسبتي. انا حسبتي الدور ده راكب عليك ولا لا، انا شايفك فيه ولا مش شايفك فيه، دي المعادله الوحيده اللي بتحكمني، زائد المعادله الاخرى هو انت موهوب قد ايه، يعني الدور ده راكب عليك وانت موهوب قد ايه. في كتير راكب عليهم الدور، فخلاص يبقى الثلاثه اللي راكب عليهم الدور دول كويسين، مين بقى فيهم اكثر موهبه؟ فلان، يبقى اجيب فلان. فالقضيه بتاعتي لا قضيه جماهيريه ولا قضيه، انا براهن دايما على الموهبه وعلى صدق العمل وانه معمول العمل كويس. فاي عمل معمول كويس مفروض انه ينجح. عمرك راهنت على فنان وخذلك؟ يعني ايه خزني الاول بمعنى اللي هو يعني عمل الدور بشكل مش الطف حاجه وما كنتش متوقع وبيعمل مشاكل في اللوكيشن لانه لا لا ما بيحصلش معايا لغايه دلوقتي الحمد لله. ايه الديكتاتوريه دي؟ لا والله ما يعني مع كل الناس في ايه؟ طب يعني انت شخصيا بتحب الممثل اللي هو حاضر ونعم لا لا مش حاضر ونعم ولا حاجه، انا قلت لك ايه، ده انا بقعد مع الممثل وبيقول كل اللي عنده وساعات 90% من اللي قاله باخده. يعني انا مش ديكتاتور خالص، انا بقول لك بس ما نزلنا خلاص تصوير ما ينفعش بقى اقول لمدير التصوير انا عايز كذا يقول لي لا انا عايزها كذا، او اقول للممثل انا عايز الجمله بالشكل الفلاني يقول لي لا انا عايزها كذا، يبقى باظ الفيلم. طب ليه ما شفنالكش مثلا مسلسلات او افلام مع السقا، كريم، احمد حلمي، محمد ما رمضان؟ ما جاتش الفرصه. بس انا خدي بالك انا اشتغلت 10 سنين، الناس بتتكلم عليا اكني بقى 30 سنه بشتغل. انا اشتغلت عامل اعمال كبيره. ايوه اوكي، بس انا اشتغلت هم 10 سنين من سنه 2000 ل 2010 وتوقفت ثوره وبرلمان ومشاكل، فالحاجات دي كلها انا حصلت لي في 10 سنين، 10 سنين انا عملت فيهم حوالي 13 فيلم او 12 فيلم. لو جالك حد فيهم وقال لك انا عندي ورق حلو قوي قوي وعايز اعمله؟ انا لو جاب لي اي حد ورق عاجبني هعمله، مش نجم بقى. انا اللي بيحكمني الورق. تحكمك الورق؟ اه.